مين المطربات الاخريات اللي صابر الرباعي يحب يعمل معاهم دويتو؟ شيرين مثلا. تحب صوتها؟ احب شيرين، حب هي كلها على بعضها يعني جميلة. هوريكم فيديو في احد المهرجانات، شيرين واقفة مندمجة جدا وبتغني ومركزة جدا مع الجمهور، وفجأة الجمهور ابتدى يسقف في غير سياق، يعني فجأة بيسقفوا لانه لقوا الاستاذ جاي من ورا، هي شيرين مش شايفاه. خلونا نشوف الفيديو ده. انا عارف ان عندها حفله وكده، ف قلت انفاجئ وتسلم عليها طبعا، ونحب يعني افرح لنجاحها كذلك. جاي من بيتكم؟ طبعا ما كانش عندك حفله ولا لا؟ مفيش مش حفله، لا حبيت نجي ونعمل لها مفاجاه ونسلم عليها يعني، ونفرح لنجاحها لانه كانوا الناس طايرين يعني بيها صراحه. قد ايه بتحب شيرين؟ بحب برشا. هل صحيح انه صابر الرباعي كان احد اهم الاسباب، بل كان السبب الاول لعودة شيرين بعدما أعلنت اعتزالها؟ انا قلت لها مش انت اللي تحدد يعني، مش من حقك. لا انت عرفت ازاي؟ عرفت من السوشيال ميديا عادي؟ من السوشيال ميديا طبعا. كلمت على طول، وحتى قلت له لعلي ما هو، قلت له مشي لها اذا لازم الامر تمشي لها، يعني لو في لبنان اقرب، فقلت اذا لازم الامر تمشي لها البيت وتقول لها تروح لها تمشي لها للبيت. فقلت لها انه الوضع ده يعني انت اختيارك، او احترم قرارك، ولكن قرارك مش وحدك، لانه في ناس وراك، في فانز، في احنا، في زملائك. نحب ما زلت يعني، انت قديش عمرك يعني اساسا؟ يعني هل حسيت انه القرار هذا المتسرع نتيجه شيء؟ قلت له خلي الشيء هذا يتحل بطريقه اخرى، ولكن الفن ملوش خصه، انا يعني ملوش دعوه بالقرار متاعك. فالناس تحب تسمعك تغني، مش متحبش تسمع مشاكلك او امورك العائليه او امورك الخاصه بقدر ما تحب. اليوم ممكن ولينا صرنا بالسوشيال ميديا اللعينه، انه ولينا يا جماعه صابر الرباعي ما بيكرهش حد في حياته قد ما بيكره زوكربيرج. زوكربيرج هذايا بصراحه عمل فينا العالم كله تشقلب على بعضه، لانه صارت فيش انتيميتي، يعني صار عالم مفتوح على مصراعيه بدون فايدة، يعني صرنا نستبيح أنفسنا ونستبيح بعضنا، حتى نسب بعضنا قبل ما أن نفرح لبعضنا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.